مشاهدين ومتتبعين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم معنا. كيف ما كتعرفوا بزاف الناس في أوروبا وسورتو الأوروبيين ملي كيوصل الأولاد ديالهم 18 سنة كيخرجوا من الدار ديال الوالدين باش يعتمدوا على نفسهم ويخدموا ويتحملوا المسؤولية ديالهم. واش حنا في المغرب تحنا عندنا هاد الشيء؟ داكشي علاش فكرنا نخرجوا نديروا ميكرو تروتوار نسولوا الشارع المغربي واش كيفضلوا يسكنوا وحدهم ولا يسكنوا مع الوالدين ديالهم. خليكم معنا باش تعرفوا الآراء ديالهم. شنو نقول لك، انا نسكن مع دارنا ولكن الظروف اللي جابتني لهنا نسكن بوحدي. اليوم انت ساكنه بوحدي؟ اه ساكنه بوحدي، ولكن الحمد لله، اللهم لك الحمد. توحش دارنا، توحش عائلتي، توحش مدينتي، توحش بزاف ديال الحوايج. حيت ما نكذبش عليك، بزاف ديال الحوايج ناقصيني وانا بوحدي. كنفضل حيت امي الوالده كتعوضني بزاف ديال الحوايج اللي هما ناقصيني دابا. الماكله، المعيشه، شحال من حاجه ناقصاني، صار المسؤوليه ناقصاني بزاف ديال الحوايج صراحه، ولكن الحمد لله على كل حال. الظروف هي اللي جابتني لهنايا لكازا، والحمد لله، اللهم لك الحمد. كانوا الناس سببي هما اللي جيت لهنايا لكازا وجالسه بوحدي، اللهم لك الحمد على العموم. في نظري في الاول فاش الانسان يلاه مثلا كيتخرج وكيبدا الخدمه، مزيان في داك الاول يكون كيتسكن بوحدو يكون بعيد على العائله، حيتاش الانسان فهمتي فاش كيكبر وكيولي انسان بالغ خاصو فهمتي شويه يستقر براسو ويتحمل المسؤوليه براسو. فهمتي مثلا بيقضي شي غرض ولا شي حاجه، بس مثلا والديه يبدا يولفوا انهم يقضوا له الغرض، في داك الاول حسن انه يقضي هذه الاغراض بوحدو، حتى ان شاء الله يعني ملي يتزوج ويدير وليدات ديك الساعات يمكن تكون واحد العائله ويكون واحد التشارك في المهام هكا. هذه هي وجهه النظر ديالي. هو بوحدك حسن صراحه، تخدمي تعتمدي على راسك، احسن نسكن مع الوالدين. هذا الراي ديالي انا. هما مع الدار مزيان، ولكن عاوتاني بوحدك حسن. غنسكن مع دارنا، نرجع لمدينتي حسن الصراحه، ونتمنى الا كان الزمن يرجع للور نمشي لعند مامتي نسكن. نسكن حدا مامتي، ناكل خبزها، ناكل الماكله ديالها، كلشي، حيت الوالدين ما كيتعوضوش، لا ام لا اب. الخوت يتعوضوا، اي يقدروا يتعوضوا، ولكن الام والاب ما كيتعوضوش، ما كيعوضهم حتى شي واحد. يمشيو ويشوفوا والديهم قبل ما يفوت الفوت، والا فات الفوت ما يقولوش رحنا ندمنا، بالعكس. ما عمرهم الى الانسان ما كاينين البنات والدراري ما يتحملوش المسؤوليه لوالديهم حيت خلاوهم ومشاو، هما يتحملوا مسؤوليتهم راسهم حيت هما اللي خلاو والديهم. كاين بزاف ديال الناس كنعرفهم خلاو هما والديهم ومشاو عاشوا في مدينه اخرى، كيفضلوا يعيشوا بوحدهم وما يعيشوش مع والديهم، ولكن لا، حيت الوالده ما كاينش اللي كيعوضهم. الله يخليكم، الله يجازيكم بخير. كنقول هذا، كنوجه هذه رساله، ما يخليوش والديهم واللي ماتوا الله يرحمهم واللي باقيين الله يطول في عمرهم ويخليو لنا والدينا واللي عزاز علينا. المزايا اللي كاينه كما قلت لك هي المسؤوليه، يعني في مثلا عائلتك مثلا تقدر مثلا يقدروا لك واحد شي حاجه بغيتي ديرها انت بواحد الطريقه اللي انت ما بغيتيهاش، فهمتي؟ فانت مثلا فاش كتمشي مثلا شي بلاصه ولا كدير شي حاجه فكتصرف بالحس ديالك النقدي، فهمتي؟ فكتصرف بالعقل ديالك، ماشي بحال لا هما مثلا كيقضوا لك الامور بالعقل ديالهم، فهمتي؟ عاوتاني حتى فاش كتحس بديك الوحده كتعطيك شويه القوه مع الذات، فهمتي؟ كتعاود تفكر في راسك في الاهداف ديالك في الحياه، فهمتي؟ هذه مزيانه غالبا الطلبه، الناس اللي يلاه كيخدموا، الناس هما نورمالمون يعني ما يمكنش الانسان يعيش، صعيب الانسان يعيش بوحده يعني حياته كامله، فهمتي؟ ضروري خاص يكون واحد العائله ويكون مع العائله ويكون مع الناس عزازين عليه. فاش كتكون عاوتاني ساكن بوحدك بحال قلتي ما كتكونش واحد الاهتمام بالذات ديالك انت، فهمتي؟ غالبا القضيه كتلقاها عند الدراري، فهمتي؟ فاش كيكونوا كيسكنوا بوحدهم ما كيطلعوش راسهم بزاف، فهمتي؟ ماشي بحال مثلا الوالده كتصب لي، كتقاد لك الحوايج، كدير لك الام، بزاف تاع الامور. فالدراري غالبا مثلا كندوي على الدراري، البنات ما عرفتش الصراحه، الدراري فهمتي ما كيطلعوش راسهم بزاف، فهمتي؟ من غير شي واحد الا كانت عند واحد كيطلع في راسو هكا حسب كل واحد، فهمتي؟ هذه الصعوبه انا اللي كنشوف، هذه الصعوبه هي اللي كاينه. خدام، دخل وقت ما بغيتي، تخرج وقت ما بغيتي، عادي. مع الدار فيك تي فين جيتي، هادي هادي. لا المعنى انا حادق، انا قاده بالمعنى، ماشي من ناحيه المعنى، من ناحيه حوايج اخرين. السؤال هو سؤال بالنسبه لي انا بالنظره الشموليه، كاين فيه جوج اختيارات. الاختيار الاول تكون مع العائله، الا كانت العائله في امس حاجه لك نتايا ممكن تقدر انت هو الفرد المعين ليها، تقدر تبقى مستقر معاهم. وكلا كانت من ناحيه اخرى انك
لكتي مثلا مقبل على الزواج ولا شي حاجه تيكونوا بعض المشاكل مع العائله وديك الشيء اللهم تكون منعزل على على الاسره ديالك. ولكن بالنسبه تبقى علاقه مع الاسره ديالك تبقى علاقه اللي هي مستمره وتبقى تسول فيهم وهذا. انا بالحكم بالنسبه لي انا بالحكم الخدمه وداك الشيء انا اصلا ديما ديبلاسمون مثلا في جميع المدن كنفضل نسكن بوحدي، ولكن كنبقى لي ديبلاسمون تنجي عند العائله نشوفهم وسميتهم. ولكن بالنسبه لدابا دابا حاليا الظروف اللي كاينه دابا اللهم تسكن مع العائله. علاش؟ لان دابا كاين ظروف ديال المعيشه وظروف سميتو اللهم انت اللهم تعاون واحد القدر مالي وتا هما يعاونوا تتكون واحد الكتله وكتبقى هذيك الاسره تتبقى مجتمعه. اما الا سكنتي بوحدك مثلا انت دابا حتى في المناسبات ديال الاعياد وداك الشيء كتلقى ما تيبقاش ديك صله الرحم، ما تيبقاش يسول بحال بدات كتنقارض شيئا ما بدات تنقارض في المجتمع المغربي. اللهم تيبقى ذاك التواصل تلقى دابا الاب والام هما ساكنين مثلا الابن ديالهم ساكن مفرد حداهم واحد المسافه ديال 2 كيلومتر وما كيشوفهمش. هذا راجع واش تتقدر المرطو المرأة ديالو تيكون عندها مشاكل مع الام ديالو ولا شي حاجه كيفضل هو يستقر. ولا كان ممزوج؟ لا ما كان ممزوج، لا ما كانش ممزوج، انا كنفضل بالنسبه لي انا نبقى مع العائله ديالي. بعد بالحكم التجربه ديالتي بشت على برا جربت اني نعيش بوحدي يعني بلا والديه، ولكن او ميم طو ما كنتش بوحدي يعني كانت معايا اختي، ويعني كنت حسيت يعني بالولف ما يعني يعني بعدم التواجد ديالهم، ولكن او ميم طون احتفظت يعني حميت راسي وما تعاشتش مع شي ناس ومع الاصدقاء يعني اللي غادي يجروك لشي حاجه خايبه، يعني حافظت على راسي او ميم طون برجعت المغرب يعني رجعت الوالديه لقيت باللي ممكن اني نتعايش معاهم، ولكن ديما كتبقى هذيك واحد الاستقلاليه غتجي ديما غتجي يعني شي نهار غادي تجي وغادي تكون مضطر تكون بوحدك، ولكن يعني كاين اللي غادي تكون بوحدو يحافظ على راسو، كاين على حسب يعني المكان اللي انت عايش فيه، على حسب الاصدقاء اللي انت كتعامل معاهم. كتكون مع والديك كتكون كتعول عليهم شحال من حاجه، مثلا هما اللي كيراقبوا لك مثلا الى يفيقوك في النعاس، هما اللي كيراقبوا لك واش كليتي ولا ما كليتيش، هما اللي مثلا هما اللي كيحضيوك عندك هادي يعني كيحضروك كيوصيوك كيديروا بالهم معاك ترجع بكري ولا هذا. كتعيش بوحدك نو كتفيق راسك وخصك انت تطيب راسك وخصك انت تعرف التوقيت وانت اللي توقد راسك براسك، يعني تعتمد تعول على راسك في كل شيء، يعني كتولي عندك واحد الحياه منظمه وكتعرف راسك شنو كدير فيها يعني بلا ديرونجمون. ولكن يعني انا بين وبين يعني باقي ما لقيت واحد الحل يعني وسط ما بين هاد الجوج. يعني الحريه يعني هي مسؤوليه، وبالنسبه للبنت مثلا عازبه خاصها تحضي راسها الا كانت بوحدها، وخصوصا احنا في المغرب يعني صعيب البنت تعيش بوحدها ومع الصحابات وهذا صعيب شويه. انا ما جربتش في المغرب نسكن بوحدي، جربت يعني في خارج المغرب. باش نقول لك اولا نفضل نعيش بوحدي فهمتيني، باش نعيش بوحدي حتى نقول لك انا كما تقولوا بحال هذيك نعتمد على راسي. اما العيش مع والدي الى عيش مع والدي بحال فهمتيني هما كي بحال انا كنتكى عليهم واش بغيت نمشي يصرفوا عليا هذيك. اما خرجت انا بوحدي وعشت راسي كنعرف بنتي بحال هكا العيشه فهمتينو وبحق الكرا والعيب هذاك الشيء تكون تعلم تكون مسؤول، ماشي اللي كنت عايش مع والديك كتكون ديما تحت الرجل ديال الوالدين. هذاك الشيء علاش الفرق اللي بيناتهم هو اللي عايش بوحدو فهمتيني هذاك كيعتمد على راسو فهمتيني كيمشي يخدم ويعلق عليها ويجي ويجيب عارف حقها. اللي عايش مع والديه ديما كتلقاها موجوده، غيمشي يتبلى عليك غادي يخرج واحد الطريق اخرى فهمتيني ديما عارف والدي موراه، هذا هو اللي كاين. مشاهدينا مرحبا بكم مره اخرى، رجعنا لكم. كانت هذه هي ارتسامات ديال الشارع المغربي والراي ديالهم في الموضوع ديالنا. انتم اشنو بان لكم؟ تفضلوا تعيشوا مع داركم او تفضلوا تعيشوا وحدكم؟ خلوا الراي ديالكم في التعليق. شكرا لكم. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.